النار، اول ما يغلي هبتدي اغرفه في الاطباق. ومعانا النهارده اطباق ملامين الشريف، عادي جدا تغرفي فيها، الاكل سخن مفيش مشكله خالص، هي امنه وصحيه تماما عشان ملامين 100% بدون اي خلط مواد تانية. الميه قربت تغلي والكشك قرب يغلي وفي انتظارهم، والفرخه بتاعتنا الكبيره اللي احنا حقناها عملنا لها تتبيله للحقن خفيفه وسايله ومتصفيه كويس جدا. حقناها من جوه من الصدر ومن الورك، كمان تبلناها من بره ومن جواها، وحطينا معاها بصل وجزر وكرفس وثوم وطماطم، يعني مروقين عليها جدا. هتطلع معاكي بجد في منتهى الجمال. الصوص اللي بينزل منها اثناء التسويه بيبقى طعمه حلو جدا جدا لما تقدميه جنبها او تعملي بيه رز بالخلطه او رز بسمتي، هيبقى تحفه جدا. هحضر بقى مغرفه علشان نغرف، ومعانا مغرفة الشريف برضو هايلة. نسحب ورقة تانية، المتسابق مردش. طيب بسم الله، طيب وده آخر ثلاث أرقام زي الفل. يلا بينا يا رب يرد. الميه غليت، وزي ما اتفقنا الميه طالما غليت على طول ننزل فيها